بعد أكثر من عام على آخر اجتماع لها، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على مدار يومين اجتماعات في مقرها الدائم بمدينة سرت. وفي إطار جهود حماية اتفاق وقف إطلاق النار، قالت اللجنة إنها ستعلن موقفها الأيام القادمة من حالة الانقسام السياسي، مضيفة في بيان لها أن هذا الاتفاق ثابت وأن اللجنة المشرفة عليه تواصل عملها، مؤكدة أنها لم تكلف بتوحيد المؤسسة العسكرية ولا تملك الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. اجتماعات حضر اليوم الثاني منها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري التي وصفت اللقاء بالإيجابي، مضيفة في تصريحاتها أن البعثة والمجتمع الدولي يدعمان كل الجهود التي تعزز وقف إطلاق النار وتحافظ على أمن ليبيا. كما تناولت خوري أهمية عمل لجنة 5+5 من أجل تعزيز وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن بناء الدولة يحتاج إلى تضافر جهود جميع الليبيين، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وإنجاح خطوات العملية السياسية. الشغل 5+5 كتير مهم من أجل تعزيز الوقف إطلاق النار ويساعد بالاستقرار في ليبيا. الاجتماع كان إيجابي إحنا ندعم الشغل 5+5، وكما بتعرف من المجتمع الدولي هم كمان تدعم كل الجهود الليبية من أجل تعزيز الوقف إطلاق النار. وبالتزامن مع حالة التوتر الأمني والسياسي التي تشهدها العاصمة طرابلس نتيجة الخلاف حول تسليم مصر في ليبيا المركزي، تبرز مخاوف جدية بشأن توحيد المؤسسة العسكرية وتأثير ذلك على جهود توحيد مؤسسات الدولة، مما يثير تساؤلات حول مصير اتفاق وقف إطلاق النار.